السلام عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا بكم الى حلقه جديده من اوراق تركيا. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في زياره دوله الى تركيا، اول رئيس جزائري يزور تركيا بعد 17 سنه، والرئيس رجب طيب اردوغان كان اول رئيس يزور الجزائر بعد انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون في يناير 2020. دلالات هذه الزياره، ابعادها، الاهداف منها، ثم المصالح المشتركة، أين تلتقي وأين تتناقض؟ كل هذه المواضيع سنناقشها اليوم في أوراق تركيا، فأهلا بكم. نرحب بضيفنا الدكتور سعيد الحاج، الباحث متخصص في الشأن التركي. أهلا بك دكتور سعيد. أهلا وسهلا أستاذ محمد. زيارة مهمة جدا، زيارة دولة، لقاءات، اتفاقات، كان هناك تفاصيل مهمة جدا في هذه الزيارة، ليست تفاصيل، معنوين مركزية، صح؟ سنتناولها سريعا في خمس مانشيتات أو خمس أخبار. كما ذكرت حضرتك قبل قليل، أردوغان كان مسارعا الحقيقة لزيارة وتهنئة تبون بعد انتخابه، وكان أول رئيس أجنبي يزور الجزائر، ولذلك كانت هذه إشارة مهمة على أن تركيا مهتمة جدا بالعلاقات مع الجزائر، ولذلك تركيا كانت هي من وجهت الدعوة للرئيس الجزائري لزيارتها. في الخبر الثاني سوف نجد أنه من الناحية الجزائرية هذه أول زيارة فعلا منذ 17 عاما، وبالتالي وكأن هناك متغيرا ما دفع الجزائر، أو متغيرات ما قد تكون دفعت الجزائر للاهتمام في هذه اللحظة في زيارة بزيارة تركيا. في الخبر الثالث ملمح مهم جدا يشير إلى أن تركيا كانت حريصة جدا على إنجاح الزيارة. ظهرت بعض التصريحات المغربية تتحدث عن موقف تركي ما من الصحراء. وزير الخارجية التركي مولود شاوشغلو كان حريصا على أن ينفي هذه المزاعم، وأن تركيا ما زالت على موقفها من دعم وحدة الأراضي الدول وسيادتها، وأنها تدعم القرارات الدولية بهذا الخصوص، وكأنها كانت لا تريد لهذه القضية أن تشوش على الزيارة. في الخبر الرابع، بطبيعة الحال الاقتصاد هو عنوان بارز وهام، وهو الأهم قد يكون من وجهة نظر البعض على أقل تقدير لهذه الزيارة. الرئيس تبون استبق ربما الزيارة وقال الاستثمارات تركيا في حدود 5 مليارات دولار، وتطمح الجزائر بأن تركيا ترفعها إلى 10 مليارات دولار. والملمح الثاني في الخبر الأخير أيضا للاقتصاد، أن هناك 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم وقعها البلدان في هذه الزيارة بحضور الرئيسين، ومعظمها ربما يغلب عليه الطابع التجاري والاقتصادي والتعاون في هذه المجالات. وبالتالي ربما الأجواء الحميمية التي جمعت الرئيسين أستاذ محمد ألمحت إلى أن هذه الزيارة لها ما وراءها إنجاز التعبير، ليس فقط اقتصاديا ولكن أيضا سياسيا، سياسيا وإقليميا أيضا، لأن جملة القضايا ذات الاهتمام المشترك إقليميا هي التي ممكن سنناقشها، وأيضا تفتح أفق أخرى للتعاون. التقرير يسلط الضوء على أفق التعاون في المجال الإقليمي، نتابع التقرير ثم نعود للنقاش. هي الزيارة الأولى لرئيس جزائري إلى تركيا منذ 17 عاما. الأجواء الحميمية لدى استقبال نظيره التركي رجب طيب أردوغان له أوحت بما هو أبعد من مجرد زيارة بروتوكولية، ودفعت الكثيرين لوصف الزيارة بأنها تدشين لعهد جديد في العلاقات بين الجانبين. لم تعرف العلاقات بين البلدين بالتقارب الشديد سابقا لأسباب عديدة، لكن يبدو أن عددا من السياقات الدولية والإقليمية تدفع اليوم كل من أنقرة والجزائر إلى إعادة النظر في ماهية تلك العلاقات وعمقها، يقول مراقبون. أتى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى تركيا حاملا في جعبته عدة ملفات يتقدمها الاقتصادي، حيث أعلن عن رغبته في رفع أنقرة استثماراتها في بلاده إلى حدود 10 مليارات دولار أمريكي، كما أن توقيع الجانبين 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مختلف المجالات يؤكد على مركزية الجانب الاقتصادي في الزيارة، خصوصا وأنها اتفاقات أولية يمكن البناء عليها وتطويرها في المستقبل وفق متابعي. لكن ثمة من يرى بأن الزيارة تحمل كذلك بعدا سياسيا لا يمكن إغفاله، ويمكن ملاحظته بالنظر للسياقات الدولية والإقليمية التي سبقته وتزامنت معه، وفي مقدمتها الحرب الروسية على أوكرانيا، وكذلك تطورات الأزمة الليبية مؤخرا، لا سيما وأن البلدين منخرطان فيها ولكل منهما دوره البارز فيها مؤخرا. ما يبدو أكثر أهمية وإثارة للنقاش هو الأبعاد الاستراتيجية للزيارة، وهل تحمل فعلا رغبة جزائرية لتطوير العلاقات والشراكة مع أنقرة، بما قد يعني تعديلا على منظومة التحالفات الجزائرية التقليدية. يرى مراقبون بأن ثمة رغبة من الجانبين بهذا الاتجاه،
حيث تمثل تركيا للجزائر شريكا موثوقا ومرغوبا به، وتمثل الأخيرة للأولى مفتاحا لشمال إفريقيا وعمق القارة السمراء. ويرى هؤلاء بأن مسار التهدئة والحوار بين تركيا وعدد من الدول العربية الفاعلة كمصر والسعودية والإمارات يرجح مسارا من هذا القبيل، بينما يرى آخرون أن الأسس التقليدية للسياسة الخارجية الجزائرية وتحالفاتها وعلاقاتها لا تترك هامشا واسعا لتركيا للمناورة، لسيما وأن أحد أهم منافسيها في هذا الإطار ستكون فرنسا التي لا يخفى مدى تناقض مصالحها مؤخرا مع تركيا. فإلى أي المسارين تبدو الجزائر أقرب؟ سؤال من الصعب فيما يبدو الإجابة عليه من واقع الزيارة الحالية حصرا، بل ثمة حاجة لانتظار ما سيترتب عليها خلال الأسابيع والأشهر المقبلة وفق مراقبين. وهذا ما نحاول أن نستكشفه معكم اليوم، ماذا سيترتب عن هذه الزيارة. نرحب بضيفنا في الاستوديو أستاذ مصطفى أوزان المحلل السياسي، ونجدد ترحيب الدكتور سعيد الحاج البحث المتخصص في الشأن التركي. أهلا بكم ضيفنا الكريمين. أبدأ معك أستاذ مصطفى، زيارة لها دلالات في كل الأبعاد، في التوقيت، في السياقات، في يعني ما حف بها البيئة الدولية والإقليمية. توقيت هذه الزيارة نبدأ به. نعم، أصلا في كل 3 سنوات زار رئيس تركيا رجب طيب أردوغان دولة الجزائر، إذن هناك علاقات قديمة وحديثة بين الطرفين. ولكن طبعا نستطيع أن نقول أن تركيا تريد أن ترى الجزائر بوابة لأفريقيا بالنسبة لتركيا، صادرات تركيا وعلاقات تركيا تمر عبر الجزائر. كان هناك طبعا مصر جسرا في السابق، ولكن طبعا علاقات متأثرة بين الطرفين ربما يعني أخرت دور مصر بالنسبة لتركيا، ولكن تعظمت دور الجزائر في السنوات الأخيرة، خاصة بعد مجيء تبون إلى سلطة الحكم 2019 إلى يومنا هذا. طبعا بداية العلاقة تقوية تنمية بداية العلاقات يعود إلى فترة بوتفلقة، عهد بوتفلقة، عبد العزيز بوتفلقة تنامت إلى يومنا هذا. ولكن في الآونة الأخيرة تعظمت، على أساس هناك فجوة كبيرة جدا بالنسبة لطاقة لتركيا وغير تركيا، إذن اهتمامات تتركز على دول منتجة للطاقة منها الجزائر. مهم جدا هذه الإشارة، ممكن تحدد لنا اتجاه عام النقاش. ولكن دكتور سعيد، يعني هي أول زيارة لرئيس جزائر منذ 17 سنة، يعني نقول سنتين مع عم جي تبون، 15 سنة مع عبد العزيز بوتفليق، لم تكن هناك زيارة. أكيد كانت هناك أسباب، كانت هناك نتوءات ممكن في العلاقات الجزائرية التركية. لا، والحقيقة العلاقات التركية الجزائرية لم تكن في أفضل حال يعني، ولذلك هذه الزيارة هي استثناء على قاعدة من وجهة نظري. أساسا تأخر هذه الزيارة 3 سنوات بعد زيارة الرئيس أردوغان التي كانت هي الأولى ولها دلالاتها و يعني مؤشراتها الواضحة على رغبة تركيا في فتح مرحلة جديدة في العلاقات، هي أيضا تشير إلى أن الطرف الآخر لم يكن بنفس الرغبة التركية على أقل تقدير في تطوير هذه العلاقات. وأعتقد أن على أقل تقدير الأسباب الأساسية هي متعلقة بمنظومة التحالفات والشراكات الجزائرية، إن كان عربيا وإن كان إقليميا وإن كان دوليا، ففي عمومها هي ليست متوافقة تماما مع التحالفات أو الشراكات أو الرؤية التركية في المنطقة. لكن الآن الوضع اختلف نوعا ما. أنا أعتقد أن هناك على أقل تقدير 3 أو 4 أسباب تجعل دولة مثل الجزائر مهمة ومحورية جدا لتركيا، ولها بطبيعة الحال هي التوجه التركي العام، لأنها تريد علاقات طيبة مع الجميع، حتى الدول الخصمة لها التي صنفت خصمة في المنطقة وفي العالم العربي تحديدا، رأينا مسارات للتهدئة والحوار والتعاون وما إلى ذلك، فما بالك بدولة بالعكس تعتبرها تركيا دولة صديقة. وبالعادة تركيا عندما تتحدث عن هذه الدول تتحدث عن الإرث العثماني يعني التعاون والأخوة وما إلى ذلك، هذا التاريخ المشترك، وأيضا طبعا الجوار من البحر وما إلى ذلك. الأمر الثاني خصوصية الجزائر باعتبارها دولة قوية ومفتاحية في محيطها. وأنا الحقيقة أرى أن دولة الجزائر من الدول التي لا تقدر بقدرها عادة عندما تقيم في المنطقة وفي الإقليم، شبيهة نوعا ما بألمانيا. ألمانيا على الساحة الدولية ليس الكثيرون ينظرون لها بما تستحقه من مكانة ودور وإمكانات وأدوات وما إلى ذلك، لكن تركيا تدرك هذه الأهمية. ثالثا، الجزائر دولة مفتاحية بالنسبة لعدد من القضايا في المنطقة العربية، ربما الأساس أو الأهم في مقدمتها حاليا موضوع الليبي مثلا،
موضوع ليبيا مهم جدا للدولتين، والجزائر دولة مفتاحية فيه، تركيا لها دور مؤثر فيه، ولذلك أيضا العلاقات والحوار المشترك سيكون له أو قد يكون له انعكاسات على أقل تقدير وفق الرغبة التركية. رابعا، تركيا مهتمة جدا بالقارة الإفريقية، أعلنت عام 2005 عاما للدول الإفريقية، رفعت ممثلياتها إن كانت سفارات أو القنصليات وما إلى ذلك بأضعاف مضاعفة، ربما تريد أن تهتم بكثير من الدول في العمق. الجزائر هنا دولة مفتاحية، قد أشار الأستاذ مصطفى سابقا أن هناك كان رهان على مصر، العلاقات خلال الفترة الماضية ليست في أفضل حالاتها بين القاهرة وأنقرة، الجزائر قد تمثل بديلا. ثم أن هناك تنافسا أو خصومة بين أنقرة وبين باريس، الجزائر هنا ستكون محورية ربما، وبالتالي من عدة زوايا الحقيقة. سأضيف لها أمر مهم جدا، موضوع الطاقة ذكره الأستاذ مصطفى، تركيا دولة مستوردة للطاقة، الأسعار الآن على هامش الحرب الروسية الأوكرانية مرتفعة جدا، تركيا تبحث عن بدائل كثيرة لتنويع مصادرها من الغاز الطبيعي تحديدا. الجزائر من ضمن الدول التي تستورد منها تركيا، ستهتم تركيا أكثر ربما بهذا التعاون، تبحث عن شراكات في شرق المتوسط. أخيرا، بعد الحرب الروسية الأوكرانية وبعد جائحة كوفيد، أعتقد أن هناك نظرة دولية في مقدمتها الأوروبيون والأمريكيون يبحثون عن ساحات أو بلدان بديلة للمصنع الصيني إنجاز التعبير، لأن هناك مشكلة الآن تذكر دائما تركيا والجزائر في مقدمة هذه الدول، وبالتالي من هذه الأسباب كلها ربما أصبحت 7 الآن أو 6، أعتقد أنها تظهر أن تركيا مهتمة جدا بالجزائر، لكن قد لا تكون النظرة ربما من الطرف الآخر كانت في السابق بنفس هذه الأهمية، لكن هذه الزيارة الآن تقول أن هناك متغيرات ما صحيح. فيما ذكرت هو الحقيقة أكثر من 7 أو 6 أسباب تجعل هذه الزيارة هذا ما حضر على كل الآن. هناك عدة ملفات مهمة جدا وذات مصالح مشتركة أستاذ صحيح. مصطفى صحيح. العديد الملفات تحدثت عن الطاقة، تحدث الأستاذ سعيد أيضا عن المسألة الجوار الإقليمي والملفات، لكن هناك ملفات أخرى. بالنسبة لقضية الفلسطينية على سبيل المثال، هو نبه رئيس الجزائر تبون على اهتمامهم لهذه القضية واهتمام تركيا أيضا، هناك قضايا ذات اهتمام مشترك منها فلسطين، يعني هناك مواقف متشابهة كما أشار أستاذ سعيد، على أن مثلا مواقف تركيا والجزائر متقاربة مع روسيا، مع الصين، مع إيران وغيرها. الجزائر لها يعني سياسات مختلفة عن باقي الدول العربية، وهو دائما كان يقدم مساعدات أو تساعد طبعا قضية الفلسطينية دائما منذ ولادة دولة الجزائر قبل 60 عاما، مع أنها يعني ليس لديه توجه إسلامي أو لا يطلق عليها أنها يعني نظام إسلامي برمتها، ولكن تتبنى بعض القضايا الإسلامية مثل فلسطين وغيرها. أيضا لا ننسى مثلا راشد قنوشي كان لديه علاقة حميمة مع بوتفليقة، على غرار ذلك هناك علاقة متبادلة بين رئيس أردوغان وتبون، يعني لغة بدنيهما تشير إلى إلى صداقة، يعني هذه حقيقة. إذن باستثناء سوريا كما ألمح أستاذ سعيد، يعني هناك وجهات النظر متشابهة متفقة في عدة ملفات. نعم، ولكن أيضا بالنسبة لقضية سوريا، ربما يعني قضية سوريا أيضا تتلاشى أو فروق تتلاشى بين الجانبين مع تغيرات الدولية، يعني تركيا ربما تتمسك بموقفها القديم، ولكن الدنيا يتغير. لا يعني لا أريد أن أتكهن أن النظام السوري سيبقى، ولكن طبعا ظروف الدولية هو حتى في المحادثات العالمية لم يتم طرح هذا الموضوع، وتم ممكن يعني تدوير الزوايا فيه من أجل تجاوز هذه الخلافات. الدكتور سعيد أشرت في المقدمة إلى الملف الاقتصادي، يعني حتى أنه العديد من المتابعين قالوا بأن عين على اقتصاد وأخر على الأمن في علاقة بالقضايا الإقليمية، لكن الاقتصاد أولا، حتى في الاتفاقية تقريبا من 15 اتفاقية 12 اتفاقية ذات بعد اقتصادي غالبية العظمى صحيح.
وفي طبيعة الحال الاقتصاد مفتاح العلاقات الدولية بين الدول. بعد إذنك نذكر بأن تركيا هي أول مستثمر أجنبي في الجزائر بألف وإضافة إلى 1300 شركة مؤسسة ناشطة في وهذا حقيقة أمر لافت، وهذا يشير مرة أخرى إلى أهمية وأولوية الاقتصاد ومحوريته، يعني حتى في ظل علاقات ليست في أول حالها كما ذكرنا قبل قليل، الاستثمارات التركية والاهتمام التركي واضح وجلي، بل أيضا الرغبة الجزائرية الآن وكما ذكرنا في العنوان قبل قليل أن الرئيس تبون أيضا يبحث عن تطوير هذه أو تنمية هذه الاستثمارات صحيح. التركية أكثر فأكثر. يعني أولا الاقتصاد كما ذكرت مفتاح في العلاقات الدولية، أحيانا تكون الدول في حالة حرب أو خصومة لكن العلاقات التجارية والاقتصادية تستمر، فما بالك بدول تريد أن تطور العلاقات، بالتأكيد الاقتصاد سيكون أولا. ثانيا تأثيرات جائحة كورونا أضرت بالاقتصادات النامية والاقتصادات الناشئة جميعا تقريبا، وبالتالي الكل يبحث الآن عن التعويض والكل متأثر بدرجة أو بأخرى، هناك موجة تضخم عالمية وبالتالي بالتأكيد سيكون هناك اهتمام بهذا الملف. ثالثا الحرب الروسية الأوكرانية أضرت كثيرا أيضا بالاقتصاد العالمي، تحديدا أسعار النفط والطاقة وما إلى ذلك، وهذا ملف محوري مرة أخرى بالنسبة للجزائر كدولة مصدرة وبالنسبة لتركيا كدولة مستوردة، هذا بطبيعة الحال موجود. رابعا هناك خبرات كثيرة يمكن للطرفين أن يتبادلها، تحديدا ربما هناك بعض الأمور المتعلقة بالبنى التحتية والإدارة والتصنيع ودعم الصناعات الصغيرة وما إلى ذلك، هناك يعني كتابات جزائرية طلعت عليها، هناك رغبة بالاستفادة من التجربة التركية إدارة المطارات إلى آخره، الموانئ البحرية كذا، وهذه الحقيقة يعني بصمة تركية واضحة. وخامسا بالنسبة لتركيا أيضا إذا أردنا أن نتحدث أكثر من الجانب التركي، الاقتصاد عصب الحياة وأيضا هو محل الاستقطاب الأكبر والملف الأبرز على جدول الانتخابات المقبلة، وهي انتخابات توصف بأنها مصرية ومفصلية وما إلى ذلك، وبالتالي تركيا تبحث عند الجميع عن استثمارات وعلاقات وتطوير التجارة البينية وإلى آخره، وبالتالي الجزائر أيضا مرة أخرى دولة كبيرة ليست صغيرة، دولة محورية، وهذا يعني أن الاقتصاد بالتأكيد كان سيكون الملف الأول على الأقل في المعلن، لكن في التأكيد هناك ملفات سياسية وأمنية واستراتيجية ليست أقل هي مرتبطة. ربما أنا يعني اهتممت كثيرا بتعبير وجهي لأنه رأيت في استقبال أردوغان وفي تودد تبون ما هو أكثر من المجاملة الدبلوماسية البروتوكولية، بالتأكيد عادة في الاستقبالات يكون هناك مجاملات وتبسم إلى ذلك، لغة الجسد كانت أكثر من شارحة لأن هناك لا رغبة في تعميق وتمتين هذه العلاقات أكثر، رغبة مشتركة واضحة من الطرفين. طيب أستاذ مصطفى، أشرنا في أكثر من مناسبة الآن في الدقائق الأولى من الحلقة إلى الجزائر مفتاح لإفريقيا، وهذا صحيح. أيضا عنوان مهم جدا خاصة صحيح. كما ذكرت بعدما فقدت تقريبا مبدئيا يعني في حالة جمود العلاقات مع صحيح. مصر، أيضا لا ننسى أن العلاقات مع تونس وهي جارة مهمة جدا صحيح. الجزائر علاقات يعني ليست صحيح. كما يرام على الأقل، ثم المغرب، على كل نأتي الجزائر، الجزائر مفتاح لإفريقيا صحيح. إذن وإفريقيا الآن هي يعني عنوان أبرز في السياسة الخارجية صحيح. التركية. هناك قائمة استراتيجية في العلاقات. ما هي القائمة الاستراتيجية في العلاقات؟ انفتاح أو المبادرة إلى أفريقيا طبعا من الطرفين، أشار إلى ذلك تبون في حديثها عندما أتى أو زار تركيا، قال سننفتح معا إلى دول أفريقيا. إذن الجزائر بحاجة إلى تقوية تركيا أو تأييد دعم تركيا في انفتاحها لأفريقيا، مع أن تركيا بذاتها أيضا تريد انتقال أو اتجاه نحو أفريقيا، لأن ترى أن مستقبلها في هذه الدول في أفريقيا أو أمريكا اللاتينية الجنوبية. منذ 20 سنة هناك انفتاح تركيا إلى العالم الأفريقي ولاتين أمريكا، وكذا هناك بعد آخر في استراتيجية متبادلة بين الجزائر وتركيا، ألا فهي منافسة فرنسا. في الجزائر هناك ثنائية بين التاريخ والاستعمار، طبعا أكثر جل الجزائريين يتمسكون بعواصرهم التاريخية، وأيضا طبعا لديهم عدم ارتياح من سياسات الفرنسية. إذن لإزاحة فرنسا أو يعني تقصد أنه الآن السلطات في الجزائر أو العقل السياسي الذي يدير المنظومة الحكم في الجزائر يبحث عن بديل لفرنسا؟
يعني على الأقل تعديل ووجده في تركيا يعني. تعديل فرنسا نعم منذ عدة سنوات، ليس هذا وليدة اليوم، عندما يكون هناك زيارات متبادلة أو زيارة من جانب تركيا إلى الجزائر يبحث هذا الموضوع، أو الصحف الجزائرية دائما تشير إلى هذه النقطة، يعني يرون أن تركيا من البدائل ليس بديل واحد، ولكن البديل أكثر وجودا وحضورا وقربا أيضا وقربا تاريخيا في الجزائر. إذن هم يعني يريدون أيضا تقوية العلاقات مع فرنسا، ولكن لدى فرنسا إملاءات ما أشار إلى ذلك تبون، يقول أن عندما يكون هناك استثمارات فرنسية تأتي هذه الاستثمارات بشروط سياسية وتعجيزية وغير ذلك، ولكنما تركيا تقدم استثمارات للجزائر، دولة الجزائر ليس هناك شروط تعجيزية ولا تحامل على الجزائر وغير ذلك. إذن هم مرتاحون أكثر شيء في علاقاتهم مع تركيا، ليسوا مرتاحين مع فرنسا، لأن هناك ضغوطات سياسية وإملاءات، يعني نظرة فرنسا متعالية. ولكن في حين، طيب هذه النقطة مهمة جدا، يعني دكتور سعيد، هل تستطيع تركيا بهذه السياقات وبما تقدمه تركيا بخبرات تركيا في المجال الاقتصادي أن تلعب هذا الدور وأن تكون يعني الجزائر يعني ساحة جديدة لتركيا في المنطقة؟ لا نتحدث عن ساحة نفوذ ولا ساحة تمدد اقتصادي، يعني هو أولا طبعا هذا مرتبط بمدى الرغبة الجزائرية بذلك، هذا أمر محوري وأساسي، بالتأكيد تركيا ترغب، لأنه تركيا مهتمة كما ذكرنا. هل تستطيع؟ الآن سأتيك لنا. أولا الرغبة موجودة. موجودة. لأن تركيا أولا يعني مهتمة بأن تنسج علاقات جيدة ووطيدة ومتعمقة مع الدول المفتاحية والمحورية، وهذا أحد الركائز الأساسية أو عماد استراتيجيتها تجاه أفريقيا أيضا. وبعدين في شمال أفريقيا تركيا لا تملك أي دولة صديقة باستثناء الجزائر، صح؟ صحيح، يعني الوضع في ليبيا ليس مستقرا، وبالتالي صعب أن تحسب ذلك يعني صحيح. تحالفا ما تركيا مهتمة بالقارة الأفريقية، بالتأكيد عندها بعض المرتكزات مثل العمل الإنساني والإغاثي، العمل التطوير والخدماتي، الصومال، ليبيا، حتى بعض القواعد العسكرية أو الوجود العسكري دعني أقول في تلك المناطق، لكن في نهاية المطاف هذا لا يكفي. الدول المفتاحية أو الدول القوية الركائز مثل الجزائر، مثل سابقا مصر أو غيرها، قد تكون أيضا مساعدة لها، وبالتالي الرغبة موجودة بالتأكيد، فضلا عن أنه الخصومة في السنوات القليلة الأخيرة بين أنقرة وباريس تدفع تركيا للمحاولة أن تكسب بعض النقاط في هذا المسار، وبالتالي الجزائر هي العنوان الصحيح في هذه المعادلة المركبة. الآن هل تملك أو هل تقدر؟ أنا أعتقد أنه تركيا ليست بديلا بالكامل عن فرنسا، لا أعتقد أن الجزائر في هكذا وارد، وإن كان يعني هذا لا أستطيع أن أتحدث باسم الجزائريين، لكن لا أعتقد فيما أقرأ أن هناك رغبة بالاستبدال أو الإحلال، ولكن تركيا أحد الخيارات المهمة من هذه الزاوية. وأريد أن أشير إلى أن تركيا في السنوات القليلة الأخيرة ثبتت نفسها في بعض المعادلات الإقليمية وبعض القضايا، ومن ضمنها ليبيا التي يمكن أن نرجع لها بتفصيل أكثر، ناغورني كاراباخ وغيرها، وأيضا دورها الذي لعبته وإن كان محدودا إلى حد ما في الأزمة والحرب الروسية الأوكرانية، فكرة الوساطة وما إلى ذلك، وإن كانت متعثرة أو جامدة حاليا، لكنها أيضا يعني استحقت تركيا عليها الإشادة، والأمريكان والأوروبيون وحزب الناتو وحلف الناتو وغيرهم أشادوا بالدور الذي تلعب تركيا وما إلى ذلك، وبالتالي أيضا الجزائر في ظل كل هذه المتغيرات هي تبحث أيضا عن بدائل أخرى، وبالتالي تركيا جزء من هذه البدائل. تركيا لديها أدواتها، ذكرنا قبل قليل الاقتصاد والتجارة، ذكرنا الخبرة التركية في البنية التحتية، في الإعمار، في العقارات وما إلى ذلك، هناك الكثير من الأمور التي يمكن لتركيا أن تقدمها بالتأكيد للجزائر، الاستثمارات المتبادلة، السياحة، هذه كلها مصالح مشتركة للبلدين، معادلة شرق المتوسط أو المتوسط عموما تركيا ركيزة أساسية وإن حاولت بعض الأطراف أن تتجاهلها، والدور التركي المحوري والفعال في بعض القضايا، سوريا، العراق، ليبيا وغيرها، أيضا هي أيضا أمر مهم بالنسبة لدولة مثل الجزائر أن يكون هناك على أقل تقدير قنوات تواصل وحوار مفتوحة. وبالتالي لا أقول أن تركيا بديل كامل عن فرنسا، صعب في الإرث التاريخي والتقليدي للعلاقات الجزائرية الفرنسية ولقوة فرنسا للأسف تقليديا في القارة كدولة استعمارية وما إلى ذلك، لكن في نهاية المطاف تركيا تملك أوراقا ما، ونقرأ أن هناك تغيرا في القراءة الجزائرية لهذا الأمر، وأنا أعتقد أنه جزء من ذلك ربما المتغيرات الإقليمية، السياق الإقليمي بحد ذاته الذي كان من وجهة نظري سابقا أحد الموانع لتعميق هذه العلاقات، هو الآن يدفع أو على أقل تقدير يتيح ربما هذا التفاعل التركي الجزائري، بمعنى أنه
الدول المحورية المفصلية في العالم العربي مثل مصر، السعودية، الإمارات وغيرها مؤثرة في المجموعة العربية، والجزائر بالمناسبة هي على رأس الدبلوماسية العربية في الآونة الأخيرة. أعتقد أن هذه الحلحلة في حالة التوتر بين هذه الأطراف، أعتقد أنها أيضا قد تكون أتاحت أكثر ربما المجال للجزائر. هو ما أشرت إليه في علاقة لماذا كانت متعثرة العلاقات في 15 سنة الماضية أو في الفترة الأخيرة من حكم بوتفليقة، ممكن أنه العودة إلى جملة التحالفات في العالم العربي ونفوذ بعض الدول في الجزائر. على كل نحاول أن أيضا نناقش هذا الموضوع، ولكن بعد الفاصل مشاهدينا الكرام فابقوا معنا. عدنا مشاهدينا الكرام مع ضيفينا في الاستوديو الاستاذ مصطفى أوزان ودكتور سعيد الحاج، نجدد الترحيب بكم ضيفينا الكريمين. وايضا يلتحق بنا الان عبر سكايب دكتور ادريس ربوح الباحث والمحلل السياسي. دكتور ادريس اهلا بك. اهلا وسهلا بك وبضيوفك الكرام. يعني انا استسمح ضيوفي في الاستوديو وابدا معك لان التحقت بنا الان دكتور ادريس ربوح باحث جزائري، كيف تقرا هذه الزياره في السياقات العامه محليا واقليميا؟ اولا هذه الزياره تاتي في سير الطبيعي للعلاقات الجزائريه التركيه. هذه تعرف ان الجزائر منذ قدوم رجب طيب اردوغان لرئاسه الجمهوريه التركيه وقبل ذلك رئاسه الحكومه التركيه حرص أكثر من مرة وفي أكثر من زيارة أن تكون العلاقات الجزائرية التركية ترتقي إلى مستويات أعلى. لكن أعتقد السياق الخاص الذي تبين فيه زيارة وهو وصول السيد عبد المجيد تركون لرئاسة الجمهورية. لماذا نربط ذلك بسياقين؟ لأن رئيس عبد المجيد تركون له علاقة جيدة مع الأفراد عندما كان في عدة دوائر وزارية وشغل معه خاصة في قطاع السكن وقطاع الإنشاءات، يعرفهم جيدا، وكانت العلاقه مثمره وناجحه في العلاقات الاقتصاديه الجزائريه التركيه. هذا من ناحيه. من ناحيه ثانيه هو تطور العلاقات في ميدان الطاقه بين الجزائر وتركيا والتزام الجزائر بتوريد تركيا بكل احتياجاته في ميدان الغاز، ثم تطور العلاقات الشعبيه بين البلدين، ثم ارتفاع الميزان التجاري والعلاقات التجاريه بين البلدين، واصبحت تركيا هي الجزائر هي البلد الثاني بعد مصر في العلاقات التجارية بين تركيا وبلد إفريقي، وأول بلد تستثمر فيه أو أول استثمار أجنبي بالجزائر هو الاستثمار التركي. إذن كل هذه العوامل ساهمت بأن تكون زيارة في هذا المستوى. أضف إلى ذلك أن بالتواجد التركي المتزايد، تواجد الجالية التركية في الجزائر والذي تجسد في إعلان الرئيس أردوغان بفتح قنصلية تركية في مدينة وهران الجزائرية وهي ثاني المدن الجزائرية، ينم على استثمار ودخول الأتراك بقوة إلى الساحة الجزائرية واستقرارهم بعائلاتهم في الجزائر. كما أن هناك تحولات على المستوى في الدوائر المختلفة للسياسة الجزائرية والتركية. عندما نتحدث على الدائرة العربية نرى أن تركيا تعيد تقييم علاقاتها مع الكثير من الدول العربية التي حرصت الجزائر أن يكون موقفها متوازن، ونقصد بها ليبيا والسعودية والإمارات وسوريا والكثير من الملفات العربية. الجزائر كانت تميز مواقفها بسياسة التوازن وعدم الانجرار مع طرف. إعادة تقييم السياسة الخارجية التركية لسلوكها السياسي. طيب بعد إذنك دكتور إدريس، هذه إشارة مهمة أريد أن أحيلها إلى ضيفينا في الاستوديو. يعني في الملفات الإقليمية ليبيا ملف مشترك، سوريا ملف ذا اهتمام مشترك، ما يقع في منطقة الساحل والصحراء وعين تركيا على إفريقيا مهم أن تمر عبر هذا الملف. أيضا في علاقة بالموقف التركي من أزمة الصحراء في المغرب، كل هذه الملفات ضمن العلاقات العربية إلى آخره، كيف تحاول أن تبحث عن التوازن تركيا هنا من الجانب التركي وليس من الجانب الجزائري في كل هذه الملفات، بعضها خلافي بعضها فيها اتفاق أو مقاربات مختلفة؟
أصلا مصالح تركيا تملي على تركيا في ليبيا أن تكون متلاصقة مع الجزائر. الجزائر غير مرتاحة من تمدد بعض الدول مثل الإمارات أو مصر أو فرنسا. بالنسبة لتركيا أيضا نفس الشاكلة يعني واردة في هذا المجال. إذن هناك مصالح منافع مشتركة يعني فيما يتعلق بهذه الأزمات أو هذه الملفات، لا نقول أزمات ولكن ملفات. بالنسبة لقضية الصحراء، طبعا أرادت المغرب طبعا إيقاع تركيا فيما يتعلق بهذا الموضوع شائك بين الطرفين الجزائر والمغرب. تركيا أقرب دائما، موقفه أقرب إلى الجزائر في علاقات ثنائية بين تركيا من جهة، بين المغرب وبين الجزائر وتركيا. إذن كيف نقول، ميزان تركيا يميل نحو الجزائر ليس نحو المغرب. يعني هناك أسس تاريخية لهذا الموقف بالنسبة لتركيا، ولكن تركيا لا تريد أن تتورط فيما يتعلق بقضية الصحراء، ولكن المغرب أرادت أن توقع تركيا في هذا المجال. يعني بالنسبة لملف سوري، ملف سوري، نعم ملف سوري، يعني كما قلت هناك تتقلص المساحة المختلف فيها بين دول أخرى مؤيدة للنظام السوري وبين تركيا أو بعض الدول غير مؤيدة لبقاء بشار الأسد. إذن يعني كما ذكرت مناخ الدولي أو تغيرات دولية تبقي ساحة تركيا أو مجال تركيا في حدود معينة. يعني ليس هناك دولة تؤيد تركيا أو تناصر تركيا في هذا المجال، لذلك تركيا بقيت وحيدة ولا تستطيع يعني سباحة أقصى التيار كما يقال. طيب دكتور سعيد، في ملف أزمة الصحراء تصريحات من الجانب التركي، هو ملف لغم، أزمة حقيقية بين الجزائر والمغرب. كيف تحدث توازن تركيا في موقفها من هذا الملف، خاصة لما نعرف أن هناك برود في العلاقات مع المغرب البعض، فصار أنه طبيعي جدا أن تكون تقارب بين الجزائر وتركيا؟ شوف، عدة سياقات. أولا يفترض بأن أي علاقة متحسنة أو متقدمة مع دولة ما لا تعني بالضرورة استعداء طرف آخر. أعتقد أن تركيا يعني لعبت هذا الدور سابقا وتستطيع أن تلعبه حاليا، أن يكون التعاون والتنسيق وتطوير العلاقات مع مختلف الأطراف وليس بالضرورة استقطابا أو تحالفا مع ضد. الأمر الثاني أنه تركيا ليست مضطرة لأن تتخذ مواقف حادة في موضوع مثل موضوع الصحراء، هو أساسا ملف إشكالي وتاريخي وصعب حتى يعني غير متوقع أن يعني أن يكون له حل قريب جدا. والأمر الثالث أن أعتقد تركيا تزن يعني أو تتحصن في موقفها السياسي موضوع الصحراء تحديدا بالشرعية الدولية والقرارات الدولية، ولذلك عندما نسبت بعض الوسائل الإعلام المغربية تصريحا أو موقفا تركيا يدعم حلا ذاتيا اقترحته المغرب بمسألة الصحراء، كان الرد مباشرة من الخارجية التركية على لسان الناطق باسم الخارجية السفير، وقال أن تركيا ما زالت على موقفها الداعم لحل سياسي مرتكز على القرارات الدولية. وهذا يعني موقف أولا مكرر لمواقف تركيا السابقة، ثانيا هو موقف متحصن بالقرارات الدولية، وثالثا هو موقف فضفاض. وبالتالي ليست لا تشعر تركيا أنها في حالة اضطرار لأن تتخذ مواقف حادة وواضحة ومفصلة في أمر كهذا. رابعا، بالتأكيد يمكن للدول أن تنظم وتطور علاقات معينة بغض النظر عن بعض الاختلافات هنا وهناك، حتى الآن مع الجزائر ليس فقط موضوع الصحراء أو المغرب، هناك موضوع السوري مثلا، موضوع سوري. خلاف كبير وعدد من الملفات الأخرى، قد يكون الطرفان على خلاف في وجهة النظر إزاءها، لكن في نهاية المطاف هذا لا يمنع مرة أخرى كما ذكرنا في بداية الحلقة تحديدا في البعد الاقتصادي تطوير العلاقات، فما بالك وأنه لا، بالعكس يمكن حتى على المستوى السياسي والاستراتيجي تطوير العلاقات وتعميقها. أخيرا ما ذكرته حضرتك أيضا، وهو أيضا دافعنا، أن العلاقات التركية المغربية ليست في أفضل حال أيضا، وأعتقد أنه كان هناك محاولات تركية كثيرة ربما لخطب ود المغرب وتطوير العلاقات وتعميقها، لكن لا يبدو أن الطرف الآخر أيضا كان مستعدا لذلك أو متحمسا، وبالتالي أيضا هذا الفتور يشجع تركيا على تطوير العلاقات مع الطرف الآخر. يعني أنت تمد يدك للطرفين، أحدهما رفضها الأحد الآخر مادة يده أيضا و
أتى إلى حضنك إنجاز التعبير ويريد أن يطور العلاقات، هذا أيضا يدفعها. وبالتالي أعتقد أنه الأمر ليس توازنا بمعنى الحياد التام، ولكن تركيا لا تدخل على محور الخصومة أو الصراع. لا نريد أن نقول صراعا، يعني لا نحب أن نقول صراع بين دولتين عربيتين، لكن الخلاف المغربي الجزائري. لكن في نهاية المطاف هي لا ترى أن هذا التقارب مع الجزائر هو على حساب المغرب، وإن حصل وفهم هذا الأمر جزئيا بالنسبة للمغرب فليس هناك خسارة كبيرة، لأنه ليس أساسا هناك علاقات متطورة جدا أساسا مع المغرب. ربما هذا أخيرا قد يدفع هذا التقارب التركي الجزائر المغرب لتعديل موقفه، وربما أيضا أن يذهب لأن لا يخسر تماما، وبالتالي أن تحدث منافسة إنجاز التعبير إيجابية لتطوير العلاقات. خاصة نحن نتحدث عن عملاق متوسط هي تركيا، وفي نفس الوقت يعني نتحدث عن يعني الجانب الجنوبي من البحر المتوسط، هذا مهم جدا، خاصة شرق المتوسط أغلب الدول غاسر، خصوصا أيضا مع التطورات في تونس أيضا. هذا أمر مهم جدا إضافة للملف الليبي. هنا فقط نشير بأن المغرب على مستوى التنافس الاقتصادي منافسة لتركيا في صحيح. أفريقيا صحيح. أصلا موقف المغربي تجاه صادرات تركيا غير مشجع حقيقة. كانت هناك بروتوكول اتفاقية بين الجانبين تنظم صادرات وواردات، ولكن لم تلتزم المخزن. هو التنافس على افريقيا هذا ممكن صحيح. غير معلن في هذا البرود التركي تركيا اكثر الى الجزائر. طيب اعود الى ضيفنا الدكتور ادريس ربوح. كانت هناك 15 اتفاقية، الاقتصاد، التبادل التجاري، التصنيع المشترك، تبادل الخبرات، ايضا القطاع الخدمي تقريبا ابرز الاتفاقات، ايضا في الصناعات الدفاعيه. افق التعاون الى اين ممكن يصل، سقف هذا التعاون دكتور ادريس؟ لو سمحت قبل ان اجيبك نقطه سريعه بخصوص موضوع الصحراء الغربيه. العك تركيا واضحه جدا في الصحراء الغربيه، وحتى مع ضيوف الاتراك اذكر ما اقول باللغه التركيه، الوثيقه الموجوده في وزاره الخارجيه بعد ما حدث في 2020 تسمي الامور بالباتسارا، يعني الصحراء الغربيه، بمعنى تركيا منحازه الى الشرعيه الدوليه، وبالتالي موقفها صريح. فقط المغاربه حاولوا ان يورطوا وزير الخارجيه التركي في مراكش في موضوع ثاني. إذن تركيا منسجم مع الشرعية الدولية، وهذا الموقف تشجعه الجزائر، لأن الجزائر تريد أن الجميع يحترم الشرعية الدولية في موضوع الصحراء الغربية، وتركيا منسجمة في هذه النقطة. أما فيما يخص السؤال حول العلاقات الجزائرية التركية و15 اتفاقية، لأول مرة تمس كثير من القطاعات. نحن نتحدث على قطاع التعدين، الصيت البحري، تربية المائيات، التعليم، الثقافة، التعليم العالي، التربية والتعليم، فتح قنصلية في وهران، فتح مدرسة تركية دولية، ميدان الطاقة، ميدان السياح، ميدان الثقافة، لأول مرة ترتقي العلاقات إلى هذا المستوى. نعم قلنا في البداية بأن تركيا هي أول مستثمر في الجزائر. تركيا طموحها أكبر في الجزائر، ليس فقط السوق الجزائرية أو الاستثمار في الجزائر. تركيا قالتها وزير سفيرة تركيا منذ دخول اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية بين الدول الإفريقية، والجزائر هي دولة إفريقية ولها علاقات مباشرة مع 54 دولة إفريقية، وبالتالي تجارتها مفتوحة مع كل الفضاء الإفريقي. قالت السفيرة لابد أن نذهب سويا إلى إفريقيا. لماذا قالت هذا الكلام؟ لأنها تدرك أن بلدها تركيا يملك الإمكانيات الاقتصادية والقدرة. طيب دكتور إدريس بعد إذنك حتى نستفيد من وجودك معنا بعد إذنك، يعني في إشارة إلى أهمية الجزائر بتركيا، ولكن في إشارة إلى أهمية تركيا للجزائر. الجزائر الآن في وضع ما نشهده العالم، الجزائر تهندس صياغة جديدة. سيرجي لافروف تحدث عن صياغة جديدة للشراكات، ويقصد في موسكو، لكن يبدو أن الجزائر تفتح مع أنقرة، تفتح مع دول أخرى. كيف ترى الجزائر هذه العلاقات الجديدة وهذا البحث عن شراكات جديدة، وتركيا أحد أهم العناوين الذهبت إليها؟ نعم، أنا الآن لا أحدث كتحليل، وإنما أحدث بعد لقائنا مع الرئيس الجزائري. الرئيس الجزائري منذ في بداية زيارته إلى تركيا قال لنا بالحرف الواحد، نحن نحرص على علاقات متوازنة مع الجميع. الجزائر تملك الإمكانيات السياسية والاقتصادية والعسكرية أن تكون علاقتها مع الجميع، سواء الغرب أو الشرق، كل الأقطاب، الأقطاب الموجود، القطب الموجود أو الأقطاب القادمة. الجزائر تحرص على ذلك، وهي لا ننسى أنها دولة من مؤسسية دول عدم الانحياز، وتحرص على هذا التوازن في علاقاتها. ومن بين التوازن على العلاقات هو تكون علاقة جيدة مع تركيا. أظن حتى تركيا قالها أردوغان منذ سنوات
العالم أكبر من الخمسة، والخمسة الموجودين على موجودين في مجلس الأمن والذين يسيطرون على المشهد. فتتقارب الجزائر في الرؤية بين مع تركيا بضرورة تعددية قطعية على مستوى العالم، بل كل طرف يحتاج إلى الآخر لبناء عالم متعدد الأقطاب، ويلتقون في ذلك مع الروس، مع الصينيين، مع الهنود، ومع كثير من الدول المتوسطة الأخرى، وبالتالي الجميع يحتاج إلى بعضها البعض. هذا لا يعني انحياز الجزائر إلى جهة معينة. إذا جاء لافروف إلى الجزائر وصرح بالاتحاد القوي للجزائر، الجزائر علاقتها قوية مع الروس في أكثر من قطاع، بل أن الروس عرضوا على الجزائر شراكة استراتيجية معمقة ليس لها مثيل مع طيب. دول أخرى في الفضاء العربي والإفريقي. لكن طيب دكتور إدريس، وأنت أشرت إلى الفضاء العربي، بعد إذنك دكتور، أنت أشرت إلى الفضاء العربي، دعني أذهب إلى ضيفنا في الأستوديو أستاذ مصطفى. يعني زيارة إلى الإمارات، زيارة إلى السعودية، تحسين العلاقات مع هذه الدول، الآن زيارة جزائري رئيس تبون في تركيا، تحسنت العلاقات، هدأت الأجواء بين الإمارات وتركيا، بين السعودية وتركيا، ونشطت الدبلوماسية التركية، نشط الرئيس أردوغان في المدة الأخيرة. هل هذا هو يعتبر انعكاس لهذه التهدئة في الجبهة الخليجية صح التعبير في علاقات تركيا؟ تماما، لأن أصلا كان هناك رياح قوية لبعض الربيع العربي، كان أرادت تركيا أن تستفيد منها، ولكن هذا الصفقات تم طيها كما هو معلوم، لذلك لم يتبقى هناك حكومات متأثرة أو متعاقبة بالنسبة للربيع العربي، لا يوجد لا في مصر ولا في تونس ولا في المغرب. يعني إذن الحكومات حكومات القديمة، يعني وتركيا بشكل ما تحرشت بهم، لذلك عادت تركيا إلى طبيعتها الأولى، في علاقتها إلى طبيعتها الأولى، لأن هناك طرق مسدودة أيضا في الغرب، علاقتنا ليست جيدة يعني مع الدول الغربية، نعم علاقتنا اقتصادية ربما جيدة مع بعض الدول الغربية، ولكن في الوقت ذاته علاقتنا السياسية محدودة ولا تتقدم. لذلك تركيا يعني تعود إلى دول الجنوب أو دول العربية الإسلامية مجددا، حتى الإمارات العربية المتحدة وغيرها، يعني قني، يعني لديهم أموال فائضة تستفيد منها تركيا، لأن تركيا هناك تدهور اقتصادي كما هو مشهود، إذن تركيا تريد أن تستفيد من أسواق في الدول العربية، يعني لأن ليس هناك مجال أخرى تركيا بحكم الضرورة إليها. بحكم الضرورة. نعم. طيب دكتور سعيد، يعني هدأت الجبهة في العلاقة مع الدول الخليج، حركة نشطة في اتجاه شمال إفريقيا، يبدو تركيا الآن تريد أن تستفيد من هذه الأجواء وتستثمر. صحيح. هناك حالة سيولة، هناك حالة صراع، تركيا تحاول أن يعني أن تجد أو تتحرك هذه الفراغات المتروكة الآن. صحيح، وأعتقد أنها تملك الأدوات، وأعتقد أن هناك فرصا أفضل بكثير من السابق، لأن هذه الفترة موصومة في الأزمة أن هناك فرصة. هناك فرصة واضحة، لأنه هناك قبول من الأطراف الأخرى. يعني انظر، عندما تحدثنا عن علاقات تركيا الخليجية ومع مصر وما إلى ذلك، كنا نتحدث أنه تركيا منذ 2016 ترفع شعار تكثير عدد الأصدقاء، تقليل عدد الخصوم، تريد تدوير زوايا الخلاف مع عدد من الأطراف، تريد تطوير العلاقات مع بعض الدول، لكن كان هناك شبه فيتو أو تكتل رافض لهذا الأمر. الآن لا، من جهة الإدارة الأمريكية الجديدة رغبتها، سياساتها، توجهاتها، من جهة أخرى كوفيد، الجائحة وتأثيراتها الاقتصادية والسياسية، من جهة ثالثة الحرب الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا، كلها الحقيقة أعتقد دفعت هذه الدول لأن تكون أكثر قبولا هي أيضا، وهي أيضا تبحث عن إعادة تموضع وإعادة نسج منظومة التحالفات والشراكات والاصطفافات وما إلى ذلك. يبدو أن المنطقة تذهب لحالة من تخفيف حدة الاستقطاب. من جهة ثالثة، الأسباب الأساسية التي أدت لحالة الاستقطاب والشرخ في المنطقة، مثل الثورات والثورات المضادة وما إلى آخره، من وجهة نظري أن معظم الدول ومن ضمنها تركيا وضعتها وراء ظهرها لم تعد بنفس الأهمية والحيثية والمحورية، ولذلك حتى بالموضوع السوري بالمناسبة، يعني ليس لدينا الوقت ربما، لأن الملف السوري ملف خلافي بين أنقرة والجزائر، لكن أيضا مشروع إعادة مليون سوري إلى سوريا الذي تحدثنا فيه الأسبوع الفائت هو جزء من أن هناك تعامل مع الأمر الواقع، وبالتالي حتى تركيا تعيد قراءة القضية السورية مرة أخرى،
ليس بالضرورة أنها مقبلة قريبا جدا على تغير كبير، لكن هناك متغيرات واضحة في التعاطي، وأيضا المنظومة العربية الجامعة العربية وغيرها لديها أيضا مخططات ما بخصوص سوريا وما إلى ذلك. وبالتالي أعتقد أنه هذا التغير في المواقف الأخرى، مواقف الدول الأخرى من تركيا، إضافة للرغبة التركية التي هي أساسا موجودة للتطوير، هذه تفتح مجالات كثيرة جدا. من ناحية ثالثة، تركيا تملك الأدوات، المدوات السياسية والاقتصادية والأدوار الخبرة، وبالتالي لديها ما تقدمه للأطراف الأخرى. ربما هي أيضا رابعا متسلحة بفكرة أنها أفادت شركائها والذين تعاونت معهم بشكل كبير جدا، صحيح. وهذا تلمحه في الواقع وتلمحه أيضا في الكتابات التركية على هامش الزيارة مؤخرا، أن تركيا دعمت حكومة الوفاق فاستفادت وثبتت وانتصرت وكسرت الحصار عن طرالوس، أن تركيا وقفت إلى جانب قطر في الحصار وبالتالي استفادت تركيا وقرباء وما إلى ذلك، الدور التركي مؤخرا في الأزمة الأوكرانية روسيا وما إلى ذلك. وبالتالي أن تركيا لديها ما تسوقه ولديها ما تقدمه أيضا، وأعتقد أيضا الجزائر بقوتها وقدراتها وأدواتها قرأت لديها أيضا، وبالتالي قراءتها السياسية أيضا مهمة جدا هنا، ولذلك تلاقت الرغبتان على أمر قد قدر إنجاز التعبير. طيب أختم معك بنقطة ملف ويعني مسكوت عنه ولكنه ملف نشط في المدة الأخيرة وعلى الأقل في الفترات السابقة، كان هناك انزعاج دكتور إدريس، إن شاء الله ما زلت معنا. نعم. طيب دكتور إدريس، السلطات التركية عبرت في مراحل متفرقة عن انزعاجها من وجود شخصيات ومؤسسات تابعة لجماعة فتح الله جول النشطة في الجزائر، كيف تعاطت السلطات الجزائرية مع هذا الانزعاج التركي، وهل تم الآن طي هذا الملف وتسوية هذه الإشكالات؟ نعم، والجزائر انزعجت من وجود شخصيات جزائرية موجودة في تركيا تمشي، نعم، جميع منزعج من الآخر، والأمر قد رتب ونظم في إطار اتفاقية بين البلدين، وقع وزير الداخلية السويد ووزير الخارجية الجزائري اتفاقية لمنع الجريمة العابرة للحدود، وهذا من ثمرات هذا اللقاء والاجتماع وهذه الزيارة، بمعنى الأمور رتبت بين الجانبين واتفاقية أمنية بين البلدين، وهناك تعاون في الجانب الأمني، وهذا ساهم في تعميق العلاقات والرقية، بمعنى أعتقد أن هذه الأمور، الجزائر حريصة على أمن تركيا وتركيا حريصة على أمن الجزائر، كان هذا الموضوع ربما ساهم في عرقلة الاعتقاد، في عرقلة تطور العلاقات، لكن في التعاون في هذا المجال، المجال الأمني وبتوقيع هذه الاتفاقية، نحن نتجه نحو المزيد من التعاون، ولم يسبق هناك أي عائق أمام التعاون. تركيا قامت بخطوة مهمة جدا أظن في الصائفة الفارقة أو قبلها بعمل ما طلبت منه الجزائر في الموضوع الهندي، وبالمقابل هناك تعاون وبالتالي الأمور مرتبة بشكل جيد، نعرف أن البلدين يملكان قدرات استخباراتية كبيرة على مستوى أكثر من إقليم وأكثر من فضاء، وبالتالي هم مضطرين للتعاون، يملكون خلفية تاريخية متشابهة في بناء المؤسسات العسكرية وكان لهما دور في تاريخ البلدين، فالطبيعة متشابهة وهناك تقارب في الرؤية، أعتقد هذا من ثمرات النتائج السياسية التي نراها الآن سواء في ليبيا أو في العلاقات العربية. دكتور إدريس، في 30 ثانية، المستقبل. المستقبل سيكون لتطوير العلاقات، الجزائر وتركيا أعتقد هما جسر التعاون العربي التركي، الجزائر وتركيا هما جسر التعاون الأفريقي العربي، هم الجزائر في غرب المتوسط وتركيا في شرق المتوسط، بإمكانهما أن يكون لهم تطور. طيب أنت دكتور ديس في 30 ثانية تحدثت عن 30 سنة، على كل أشكرك، نحن نتحدث عن المستقبل، بإمكانهما أن يحدث الفارق. شكرا لك دكتور سعيد في 30 ثانية. يعني أنا أعتقد أنها مرحلة جديدة، واضح أن هناك رغبة من الطرفين، وأعتقد أن الاتفاقات وإن كانت يعني ليس هناك اتفاقات على مشروعات كبيرة، لكنها تضع الأسس الأولية والأحجار الأولى لما يمكن تطويره في العلاقات، تحديدا في المجالات التجارية والاقتصادية والبنى التحتية وما إلى ذلك. أستاذ مصطفى، أفريقيا الدول العربية بالنسبة لتركيا تمثل مجال حيوي، بالنسبة للجزائر موطية قدم وبوابة لدخول هذه الأسواق. يعني تعبير مجال حيوي مهم جدا، خاصة عندما نفهم يعني الاستراتيجية التركية تجاه أفريقيا. شكر لك دكتور إدريس ربوح، الكاتب والمحلل السياسي الجزائري، كنت معنا عبر سكايب. شكر دكتور سعيد حاج البلحات متخصص شؤون التركي، وأيضا أستاذ مصطفى أوزان المحلل السياسي. شكر للزملاء في الإعداد والتنفيذ، لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة، حتى نلتقيكم في أمان الله.